ما زلنا مع سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه كتاب الدعاء باب اسم الله الأعظم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو يوسف الصيدلاني محمد بن أحمد بن محمد القرشي الجزري قال أبو حاتم الرازي الصدوق قال النسائي ليس به بأس. قال حدثنا محمد بن سلمة بن عبد الله البهلي مولاه أبو عبد الله الحراني كان من سقط وسقه ابن معين وأحمد وسقه أيضا قال ليس بحديث بأس والعجلي قال ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات. عن الفزاري محمد بن عبيد الله ابن أبي سليمان ابن ميسر قال البخاري في الضعفاء تركه يحيى، وهذا إقرار من البخاري بذلك. وأيضا ابن معين قال ليس بشيء لا يكتب حديثه، فالفزاري علة في الحديث. عن أبي شيبة عن عبد الله بن عكيم هذا مجهول، يبقى علتان في الحديث عندنا في هذا الباب، وهذا ختاما للكلام على اسم الله الأعظم. عن عبد الله بن عكيم الجهني أبو معبد الجهني الكوفي هو من الثقات الثقة بن معين والخطيب قال ثقة، وهو كان من المخضرمين. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرشت به فرجت، سبحان ربي العظيم. قالت وقال ذات يوم: يا عائشة، هل علمت أن الله قد دلني على الاسم الذي إذا دعي به أجاب؟ قالت: فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي فعلمني. قال: إنه لا ينبغي لك يا عائشة. قالت: فتنحيت وجلست ساعة، ثم قمت فقبلت رأسه، ثم قلت: يا رسول الله علمني. قال: إنه لا ينبغي لك يا عائشة أن أعلمك، إنه لا ينبغي لك أن تسألي به شيئا من الدنيا، سبحان ربي العظيم. قالت: فقمت فتوضأت ثم صليت ركعتين، ثم قلت: اللهم إني أدعوك الله، وأدعوك الرحمن، وأدعوك البر الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني. قال: فاستضحك إقرارا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنه لفي الأسماء التي دعوت بها. أولا ختاما لهذا الباب هو أن لله أسماء حسنى وصفات علا، ومن هذه الأسماء ما هو اسم أعظم من اسم، وأيضا الكمال، يكون كمالا إذا اقترن اسم باسم، وأن لله أيضا أسماء بلغت 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، ولا تنحصر هذه الأسماء في 99 اسما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه فيها دلالة على أن الأسماء لا تنحصر. وأيضا في سجود النبي عند العرش يوم القيامة لفصل الخطاب، وهو يدعو الله جل في علاه ويثني عليه بأسماء الحسنى وصفات العلاء يتعلمها حين يسجد، هذه دلالة على عدم حصر أسماء الله في عدد. وفيها اسم أعظم، هو الاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على من دعا ربه في كل مرة يقول: سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقد قال: إن اللهم إني أسألك اللهم، شوفوا كل دعاء يقول فيه اللهم دلالة أنه يصدر الباب بهذا الاسم. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، وهذه فيها دلالة على أن كل أسماء الله محبوبة إليه، وهناك من هو من الأسماء ما هو أحب إلى الله جل في علاه، هناك من الأسماء ما هو أحب إلى الله منه. وهذه كما قلنا بأن كل القرآن عظيم، وهناك ما هو أعظم، يعني آيات أعظم من آيات وصور أعظم من صور. نعم، فقال: المبارك الذي هو أحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت.
اللهم أدم حالنا معك رب العالمين على الطاعة، وأمتنا عليها، وانصر بنا الدين يا رب العالمين. قالت وقال ذات يوم: يا عائشة، هل علمت أن الله قد دلني على الاسم الذي إذا دعا به أجاب؟ هنا فيه التحبب والتلطف بامرأتي، وعاشرون بالمعروف، وهو جرها إلى التشويق من أجل أن تسأل وتتعلم وتبث ذلك بين الناس، وأيضا فيها ما فيها من اللطف والمؤنسة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مؤنسة عائشة رضي الله عنها وارضها، فجرها بما تجهل لتتعلم وتسأل. وهكذا تكون الطاعة بين الزوج وزوجه في هذا الباب، أن يجرها إلى ما تجهل فتسأل أو تبحث وترجع إليه فيقر أو ينكر في هذا الباب. هذا باب طاعة بين الزوج وزوجه، باب طاعة بين الزوج وزوجه. فهنا شوقها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع أصحابه عندما قال يا معاذ ثلاثا، وهو يشوقه يعني يسترع انتباهه حتى يقول لبيك رسول الله، لبيك رسول الله، لبيك رسول الله. فكان يسترع انتباهه. وكذا يعني في غير ما موضع النبي صلى الله عليه وسلم يكرر من أجل أن يسترع انتباه من يسمع ليعي ما يقال. فهو لما قال لها ذلك قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك بأبي وأمي. وهذا من الأدب مع الزوج، وحسن التلطف معه، وحسن العشرة، وحسن الثناء على زوجها، وأن تقول بأبي أنت وأمي. طبعا هذه لا تكون إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفديك بأبي وأمي. وأيضا الزوج يقدم على الأب وعلى الأم في هذا الباب، لأن عائشة لما سألت النبي من حق الناس بالزوجة، قال زوجها، قالت من حق الناس بالزوج، قال أمه. فعلمني، قال إنه لا ينبغي لك يا عائشة. شوف، علمني، طلبت منه أن تتعلم ولم تزهد في علم. النساء الآن يعني ما أقول يزهدنا، يقول ينكرنا على الرجال الالتصاق بالكتب وبالعلم، ويراجعناه مراجعة حادة لترك الكتب وقتا ما. وعائشة تقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقارب النبي من أجل أن تتعلم، بل وتراجع النبي في العلوم. عندما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نوقش الحساب عذب، قالت وكيف بقول الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذاك العرض، ومن نوقش الحساب عذب، فعلمها. نعم، فقالت علمني، وهذا حرص طالب العلم أن يتعلم. قال إنه لا ينبغي لك يا عائشة، لا ينبغي لك يا عائشة، هل خاصة بها؟ لا، هو بين العلة في المرة الثالثة عندما قال لا ينبغي أن تسألي به أي شيئا من الدنيا، يعني لا ينبغي اسم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا جنة. فخطأ مبين أن أحد يسأل أحد في أمر ما على بوجه الله، أن يسأله في أمر من الأمور بوجه الله إلا الجنة فقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ومن سأل بوجه الله لابد أن يجاب. لو سأل أحد بوجه الله لابد أن يجيب وجوبا، وينصحه ويقول له لا تسأل بوجه الله إلا الجنة. فهنا قال لا يجب عليك أن تسألي، لا ينبغي لك أن تسألي بشيء من الدنيا، طبعا رفعة لاسم الله الأعظم، وأنه لا يسأل به إلا المهمات. وهذه أيضا فيها إشعار بأن المرء لا يشغل نفسه بأمر الدنيا، وإن شغل نفسه ودعا ربه بالآخرة فالدنيا تأتيه تأتي، لا تتخلف عنه بحال من الأحوال. لكن في عظائم الأمور في الآخرة يسأل الله جل في علاه الآخرة، يعني لا ينصب نفسه داعيا في أمر من أمور الدنيا، هو سيأتي. لعل الله جعل قلبه يستحضر، وجعل دمعه ينزل، وعينه تظرف، ويرق قلبه، ويسأل ربه جل في علاه في أمر من أمور الدنيا، فوجب عليه أن يلصقها بأمر الآخرة، ولا يكون قد غبن نفسه بأنه في وقت قد استجاب له الدعاء، أو في وقت يعني حضر قلبه فيه وهو يرفع يديه لله جل في علاه، فيدعو دعاء حارا من قلبه ومن لسانه ومن عينه، فيسأل الدنيا، هذا مغبون. فلا بد أن يسأل الآخرة، وإن زيل بالدنيا ما فيها شيء، لكن ما يسأل إلا للآخرة. قال فقمت فتوضأت، وهي تركت لما قال ذلك، فتوضأت ثم صليت ركعتين، ثم قلت اللهم إني أدعوك الله. فأنا صليت ركعتين فيها، كما قلنا أن من حسن الأدب عند الدعاء تقديم الطاعة، فهي توضأت وصلت ركعتين. فمن الأدب تقديم الطاعة لله جل في علاه قبل الابتهال
والدعاء. أنت ترى في مسائل الاستسقاء قال علماؤنا يعني من السنة أن يتصدق من يستطيع أن يتصدق وأن يستغفر ويكثر من الاستغفار، لأن الله أناط المطر بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فيستغفر الله جل في علاه ويتصدق ويحسن، هذه تقدمة بين يدي دعائه وطلبه من ربه جل في علاه، فإن هذا من حسن الأدب عند الدعاء، وهو من حسن الثناء على الله جل وعلا بتوحيد الإلهية، حسن الثناء على الله جل في علاه بتوحيد الإلهية. قالت فتوضأت وصليت ركعتين ثم قلت أدعوك الله، فهنا الاسم الأعظم كما قلنا الله انفرد بها بهذا الرحمن البر الرحيم، كلها من أسماء الله الحسنى، أدعوك بأسمائك الحسنى كلها حتى تأتي على اسم الله الأعظم. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لما دعت قالت أن تغفر لي وترحمني، ما سألت الآخرة سألت الدنيا، ما سألت الدنيا سألت الآخرة، أن تغفر لي وترحمني، وجمعت من المغفرة والرحمة في الستر وعدم تعجيل العقوبة. قالت فاستضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقر الضحك وابتسم كيف وفقت لها، لأنها كانت صادقة. وهذا أيضا إن دلت على أن صادق العلم يصل إلى ما أراد، وصادق الطلب لشيء يصل إلى ما أراد، كلما كان صادقا في الطلب كلما وصل إلى ما أراد، وكلما يعني كان صدقه أعظم كلما كان وصوله أقرب. قال فاستضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إنه لفي الأسماء التي دعوت بها، فرزقها الله جل في علاه الاسم الأعظم لما صدقت الله جل في علاه وكانت صادقة في الطلب، ولما قال لها لا ينبغي أن يسأل به شيء من الدنيا، أن يسأل به شيء من الدنيا، لما قامت تدعو ما سألت إلا للآخرة فوفقت له. وقلنا بأن أسماء الله الحسنى ليس لها عدد محصور، وإن كانت 99 اسما لكنها ليست لها عدد محصور، وأن اسم الله الأعظم هو الله، لأنه أكثر ما ذكر في القرآن، ولأن كل الأسماء تضاف إليه على أنها صفات ولا عكس. حسن العشرة بحسن التعليم. من الحكمة أن يجتهد المرء في سؤال الله الآخرة لا الدنيا، فإنها أجال مضروبة وأرزاق مقسومة. من حسن الدعاء حسن التأدب بين يدي الدعاء بتقديم طاعة. نعم، لو في أسئلة تفضلوا.